بقول لك يا احمد، انا معجب بزميلتنا الهام ونفسي اعبر لها بس مش قادر. الهام عبد السلام، يخرب بيتك، دي نص الدفعه مشيت معاها يا ابني. لا يا عم، دي محترمه جدا يا عم، ما تقولش عليها الكلام ده يا ابني. والله دي كانت جايبه اسيستنت عشان تظبط لها مواعيدها عشان ما تخشش في بعض بعد ما قابلتني مرتين انا بالغلط في نفس اليوم. يا اسطى، ده انا بحبها ومش قادر اعيش من غيرها. عامة يا صاحبي هعرفك عليها، وانت ونصيبك بقى. انا عايزك بس تعلمني اعمل معاها ايه، عشان انت عارف ان انا لبخة. بص يا صاحبي، البت الهام دي اصلا تحب العيال اللي مقطع السمكة وديلها، مقطعين هدومهم، مقطعين كاين جامعتهم. ايه اللي انت بتقول ده؟ اه والله زي ما بقول لك كده يا صاحبي. تاني حاجه بقى، اسف على الشعر كتير. ازي يا شعر، اشتري شعر، هات لك باروكه شعر. واهم حاجه، زرار القميص ما تزررش منه الا زرار واحد بس. بس انا كده هبقى عيان خالص. ما تقلقش اخوي، الشعر كده كده هيغطيك. جل بقى وكرياتين وجليتر ولمبة فلوريسنت عشان تنور لها طريقة بالليل، وغني عمرو حسن وعمرو دياب وعمرو سعد، اي مغني اسمه عمرو وخلاص. حظاظات كتير بقى، وسلاسل وانسيالات وكوتش ابيض. لا لا حسين، حسين ده مش كاتب كتاب امك اصله هو. وهتلاقي هدايا كتير وفلوس كتير بقى. هي اصلا كده كده كلبة فلوس. كلب فلوس قوي. انت كلب فلوس. انا كلب فلوس. وهات لها كمان كلبة. ايه ده، هي مش كانت قطة؟ قلب الانثى قطة ولا نبقى بنقلد ولا ايه؟ لا حبيبي، انت هتجيب لها كلبة عشان لو سابتك وقالت لك شوف لك كلبة تاخد الكلبة منها، ويبقى فعلا شفت لك كلبة. طب ابدأ كلام معاها ازاي؟ ها دي اسهل حاجة. بص انا اقول لك تعمل ايه. انت هتبص في عينيها وهتقوم قايل لها ياه، تخيل ان اطيب خلق الله مسك في ناس سايباه عاشق في ناس كرهاه وتاه. ياه هتلاقيها تيمت في حضنك على طول. انت يا اسطى متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده ولا ايه؟ يا جدع انت عيب، ما يطلعش ازاي وانا عيل صغير. وكل لما تقابلها تبوسها. قصدك ابوس ايديها صح؟ بس انت بتبوس ايدي وانا والدتك، ده مجنون ده ولا ايه؟ طب لما اجي اقابلها بقى واسلم عليها، اسلم عليها كده بايدي ولا اشاوي لها بس؟ ما بتسلمش عليها بالإيد عشان هتحرجك. ماشي، ما بتسلمش بالإيد. أوكي ماشي يا زيزو.